جوه المعمل تتحول كتب العلوم لتجارب حقيقية شفته بعينيك واستمتعت بيه؟ معادن تتفاعل. الموضوع بسيط جدا، بصورة علمية بنقدر ان احنا نميز المواد دي بعضها عن بعض، سوائل تفور بحيث ان انت تتعلم وتثبت كمان في دماغك، معدلات تغير الموازين، فتعلمنا ان المادة الأقل كثافة بتطفو فوق المادة الأعلى كثافة. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جد؟ وتفتح لعقولنا ألف فكرة وفكرة، بس بتجارب بسيطة شفتها بعينيك استمتعت وتعلمت وسبت في المعلومة في دماغك، وانا متأكد. في المختبر الموسم الثالث الجمعة والسبت الساعة 2 ظهراً على مدرستنا واحد. مدرستنا، المستقبل يبدأ الآن.